إلى السودان الآن، حيث بدأت المفاوضات مساء اليوم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وقد استبق قادة حركة الاحتجاج الاجتماع بتأكيدهم رفض منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري. المهنيون يوجهون رسالة مشفرة لأنصارهم، والطرفان على موعد جديد في منضدة الوسيط ليرى أيهما عز أخاه في الخطاب في الوثيقة الدستورية. أهو الذي طلب حصانة مطلقة أم من أراد سلطة خشيها غريمه؟ لم نقبل بهذه الحصانة، بل وقفنا ضدها بصورة كبيرة جدا، وأن لنا لن نوقع على أي اتفاق لا يرضي هذه الجموع ولا يؤدي إلى تحقيق السلطة المدنية التي ننشدها جميعا. تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى وإصدار المزيد من المراسيم ومؤشرات على مزيد من الانقسام في قوى الحرية والتغيير، ولكل طرف منطقه في الرفض والقبول وردود الأفعال في ظل تواصل التظاهرات التي لازمت تعثر الوصول إلى توافق بين المتفاوضين. ما في الدنيا ممكن شخص يبقى رئيس مجلس السيادة وما عنده حصانة. تقديرات الطوارئ دي تقديرات أمنية، ما تشهده الساحة الآن من بيان أصدره الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين يشير إلى أن هذا الجسم فيه انقسام كبير. هذا الانقسام مؤشر لانهيار كل التفاوض يعني. هذا فضاء الإجابات المتعددة، وهو نفق السؤال الأجدر بالطرح، سؤال الشارع عن الحكم والفساد والعدالة والحريات، سؤاله عن دماء الضحايا والقصاص والمستقبل. سالي عثمان، العربي، الخرطوم. والمفاوضات الجارية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تهدف إلى التوصل إلى صيغة نهائية لمسودة اتفاق بين الجانبين حول إدارة المرحلة الانتقالية برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا. قوى الحرية والتغيير كانت تحفظت على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بالجوهرية، وطلبت تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الأحد الماضي إلى الثلاثاء لمزيد من التشاور. يبلغ عدد التنظيمات السياسية والمدنية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير 84 تنظيما وكيانا، لكن المكونات التي تقود التفاوض ولها حق التعديل في مسودة الاتفاق هي 5 فقط، وهي تلك التي أسست للإعلان وقادت الاحتجاجات الشعبية. هذه المكونات هي تجمع المهنيين السودانيين، والتجمع الاتحادي المعارض، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتجمع منظمات المجتمع المدني. تركز النقد الذي انصب على مسودة وثيقة الاتفاق المرتقب على جانب واحد أساسا، وهو الحصانات القانونية المرتقبة يتمتع بها أعضاء مجلس السيادة، وهو أحد أجهزة سلطة المرحلة الانتقالية، ويتألف من 5 عسكريين و6 مدنيين. وتتراوح خيارات مفاوضات اليوم بين التوافق حول المسودة وطرحها للمصادقة النهائية أو العودة إلى مربع التفاوض الأول. حول هذا الموضوع، أو قبل ذلك، استئناف المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري في السودان أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميلة مها رزق، أهلا بك، ترصدين لنا آخر هذه الردود. نعم نادين، عملية التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعهد تجمع المهنيين السودانيين بعدم التوقيع على أي اتفاق مع المجلس العسكري لا يرضي الشعب. البداية مع الناشط محمد عبد الرحمن الذي علق على المفاوضات وقال: الوثيقة الدستورية التي تسربت جاءت كرد فعل من المجلس العسكري، وبالتالي هي ليست اتفاق إنما رؤية وأطروحة المجلس العسكري، أبرزها الحصانة المطلقة. لا يجوز ملاحقة عضو المجلس طول فترة ولايته بدون إجراءات عن كيفية رفع الحصانة، ونرى هذا هدما للوثيقة. أما تجمع المهنيين السودانيين فنشر تنويها يحذر فيه من الانجرار لأي
المظاهرات باسم المعارضة ليس هدفها مدنية السلطة. وقال في تغريدة: ننوه أن تجمع المهنيين لم يفوض أي أحد بالتحدث أو التعامل أو التواصل بلجان الأحياء في كل مدن السودان، ويشمل ذلك توزيع الأوراق وإقامة الورش والتنوير اليومي. وردا على رفض المعارضة لبند الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، قال عامر بلة: أعتقد أن حل الأزمة في السودان يكمن في إصدار قرار بالعفو الشامل، ولكن هذا يجب أن يسبقه محاكمة الدعم السريع والقوات المسلحة لأفرادها المشاركين في فض اعتصام القيادة وإحالتهم للتقاعد، وأن يوافق المجلس العسكري على بند الحصانة واعتماد الجهاز القضائي. بذلك يكون لنا دولة قانون. وغرد أيضا بدر وقال: السودان إلا الحصانة، ما دام المجلس العسكري متشبث بالحصانة فهو يسعى لإقبار ملفات جرائمه السابقة واللاحقة التي يعتزم ارتكابها دون محاسبة. وعلى موضوع الوساطة لاستئناف المحادثات، يقول محمد عبد الله: لم تكن هناك أي دواع حقيقية برأيي لدخول الوساطة الأفرو إثيوبية على خط سير المفاوضات في السودان، وعلى الأرجح كما العادة تعمل أي وساطة أجنبية وفق أجندة معينة لصالح جهة معينة تملي بنفسها ما يجب أن يكون وما لا يجب. سنكتشف جميعا بنهاية المطاف أن الوساطة كانت خطأ كبيرا للغاية. هذه أهم الردود الفعل التي رصدناها. ندين، عودة إليك. شكرا جزيلا لك يا محمد.